ما كان ممكن لو هي نفس الطريقه انا نزلت بيان ان انا ماشي خلاص اتفضل مع السلامه. ما لحقش كده، ما كانش فيه مشكله. ليه ما حصلش نقاش؟ تعالى يا شريف ايه اللي حصل، فهمنا كذا كذا كذا. ليه؟ هل ده لا كابتن ترد عليا، ما انا بكمل لك اهو، ما انا هرد عليك، ما انا هرد عليك والله برد عليك. هل ده مش معناه ان هم على يقين ان كان ليك الدور الاكبر في رحيل رمضان صبحي على النادي الاهلي؟ لا ده مش معناه خالص. امال معناه يتفسروا بايه؟ ده معناه ان شريف ده انت راجل انت بتقول انا ماشي انا ماشي، قالوا لك تمام وقعدوا معاك وكلموك وبتتمرن ومدي لك كل صلاحياتك، مجرد انه رمضان رفض انه يوقع للنادي الاهلي واعلن رحيله، شريف ما تدخلش النادي تاني من غير ما اقول اسم شريف اكرام؟ لان انا نزلت عدد من التويتات كانت بعد صمت تام تمام من الناس المعنيين بالملف، وانا توقعت ان كابتن الفريق معمول عليه حمله، وانا كنت عارف ان الحمله دي يعني مين وراها، انما تخيلت مين؟ ان في حد مين؟ لا مش هقول تخيلت من داخل إن النادي هو كابتن بس مش خلينا نقف الحته ماشي، حد من النادي هيطلع يوضح يوضح فانا اللي طلعت وضحت والكلام كان فيه اسقاط شويه ان انا يعني عايز يبان ان انا بتحمل مسؤوليه بس، فخلاص شريف انت اخترقت الحظر الاعلامي وخالفت النادي، فخلاص انت كده كده اوريدي الموسم خلاص فاضل له شهرين وينتهي، مالكش مستحقات فخلاص ما تجيش. خدت مكافاه البطوله ولا ما خدتهاش؟ خدتها بعتوها لك بس ده شيء في منتهى الاحترام. هو انا ما شكتش لحظه ان هو مش هيتبعت، ما شكتش لحظه. لا بعتوها لك لحد عندك، نزلوها في حسابك وكل حاجه. رغم انك سبت النادي وكل حاجه لكن التعامل كان بروفيشنال جدا. كابتن عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا عارف ان حضرتك اهلاوي وانا اهلاوي. نعم. بس لسه انا اهلاوي كابتن بسأل والله سؤال. لا كابتن مش هرد على السؤال ده. لا بالعكس مش قصد اهلاوي مش اهلاوي، تسألني انا دلوقتي انا دلوقتي اهلاوي بلا اي نفع، يعني بمعنى ايه، انا مش هستفيد اي حاجه لما اطلع اقول انا اهلاوي او اطلع زي ناس كتير بتتغير موقفها وبتتسول عشان عايزه مكاسب معينه. وانا عارف يا كابتن ان انت اهلاوي بس عارف برضو الوضع اللي حضرتك فيه وان الوضع محرج في وجود مصطفى فالدنيا خالص، وانت عارف ان انا راجل واضح وصريح. لا بس كابتن يعني خلينا نتفق برضه، في النادي الاهلي يمشي من النادي الاهلي، انت عارف انت اكتر الناس المخربين يعني. لا ليه؟ بس كابتن بس لكن برضو الحقيقه واضحه بالنسبه لي، واضحه بس في نفس الوقت يا كابتن هيبقى في نوع من الحرج لمصطفى ان لو حضرتك ما ينفعش تطلع تقول رايك لو في مثلا حاجه سلبيه، لان في الاخر ده هيعمل له حرج. انا عارف ده بس انا دلوقتي راجل ماليش استفاده وسبت النادي وفي حملات الكترونيه لاغتيال يعني يحصل لاغتيال معنوي ليا او هم يظنوا ان هم ممكن يعملوا كده او ان انا مثلا لو ما لعبتش هما كده. على فكره الموضوع بالنسبه لي عادي جدا في بيراميدز، انا رايح باكج العب ما العبش مش يعني خلاص دي ده قرار مدير فني. لعبت وحققت اللي انا عايزه وكان بيعمل، ما لعبتش هحاول ازق المكان. ففي حسابات في حرب كده الكترونيه من طرف واحد فده بقى دي فرصه ان انا اتكلم في الحته دي. اتفضل. بس فيعني انا بوضح بس حته ان يا جماعه لو الحرب دي سببها ان رمضان راح فبقت حرب على شريف، وكمل اللي حضرتك قلته بقى عشان ما نخرجش بره السياق ان في اتهام. أيوة. حضرتك بتقول لي الاتهام ده انك البيان ده كفايه. لا هو يا كابتن الغرض كله ان مين هيتحمل مسؤوليه؟ كابتن شوبير احنا كلنا بشر. تمام. كلنا بشر يعني. أيوة. كلنا بنغلط. تمام. في ناس عندها شجاعه الاعتراف بالخطا زي حضرتك كده، زي ما حضرتك قلت قبل كده وقلت امبارح وقلت وسمعتك في كذا تقول انا ما عنديش مشكله واعتذرت على الهواء بعد كذا موقف ويعني ما فيش مشكله، وفي ناس ما عندهاش ما فيش مشكله برضو. بس ثقافه الاعتذار بالخطا عندنا في مصر قليله. بس في بقى مرحله بعد دي ودي مرحله اسوا، ان انا ممكن ابقى اكون غلطان واحاول ان انا اشيل غلطي ده لحد تاني. لان انا هرد حضرتك برضو في كذا وقع، انا اتهاجمت او في ناس استغلت التصريح ده ان انا قلت ان انا كنت رافض ان رمضان يرجع، وكنت لما خد رايي ما كناش قريبين ساعتها قوي يعني زي دلوقتي، لما خد رايي في الاحتراف كنت بدعمه طبعا. لا بس ده مش راي كل الناس. ازاي بتدعمه؟ ده انا اتهاجمت عشان دعمته أي وكنت اتهاجمت عشان انا رافض رجوعه. اي احتراف خارجي في اوروبا لاي لعيب اتمنى انه يكمل مشواره وما يجيش في مصر غير عنده سنه 55 سنه. صح مليون في الميه. موقف معلن اهو. زائد زائد ان انا كان رايي ان انا عارف كويس قوي النادي الاهلي مش فرقه اسماء، يعني بمعنى ايه، احنا مش شرط عشان ننجح يبقى عندنا احسن اسماء، لا احنا لازم نبقى اجمد فرقه. فمن هنا كنت عارف ان وجود رمضان او غير رمضان مش دي اللي هتعدل الامور، لا في حاجات في اساسيات. وبعد كده كلامي برضو طلع صح، بوجود كل الصفقات
خسرنا 5 من سان داونز. وبعد لما الاسماء في اسماء مشيت خدنا البطوله، لان انا عشت ده وحققت بطوله دوري عام وخدت افريقيا سنتين ورا بعض ومفيش دوري والدنيا ضنك بس فانا عارف وعشته. فالناس برضو خدت اللي دعم وجهه نظرهم ان هو شفت ده كان رافض رجوعه ده مش عارف ايه يا كابتن. ده وصلت ان هم طلعوا اشاعات ان انا عبد الله سعيد كنت عارف وراحوا مطلعين وقت الكورونا ان انا رفضت وراحوا مطلعين. طب الاخبار دي كانت فين؟ كانت فين والبيان بينزل لي بيشكرني كانت فين؟ هو ده السؤال. وكلها حقائق على فكره حصلت باستثناء طبعا موضوع عبد الله سعيد. انما طب انا اتشكرت ليه؟ لو انا سيء كده، لو انا مش كابتن امين، لو انا بحرض اللعيبه، لو انا طب ازاي انا اتشكرت بعد كل ده؟ تيجي ازاي دي؟ ما قبل رمضان شيء وما بعد رمضان شيء. لا يا كابتن بس دي مواقف اوريدي حصلت وانا موجود لحد دلوقتي. الناس مقدراك، احنا مش مختلفين.